عليكم كاتيكن بالله عليكم التحيه ديالي والاحترام ديالي. بالنسبه كنظن المقابله فقط لعبنا بكل بساطه لعبنا ضد احسن فريق كاين اليوم في البطوله الاحترافيه. كنظن على ان المقابله ما كانتش سهله بالنسبه لينا، وكنظن كذلك بان المقابله كانت سهله كذلك الفريق ديال الجيش الملكي. المقابله كنظن بانها كانت فيها نديه كبيره، عرفت كذلك تلاحمات اكثر، وعرفت واحد الايقاع اللي مرتفع بزاف، وكان يعني كل فريق يخلي من كونسونطراسيون شويه، يخلي من لو بلوك شويه. كنظن بانها كانت هذه تكون فاتال عليه، الشيء اللي اتضح جليا في وقت من الاوقات في الشوط الاول. كنظن بان لي فار في لو مومون فاش اننا بريسينا، لان لعبنا بان بلوك هو تخي هو ميم بواحد الشجاعه، وحاولنا اننا نقطعوا لهم لا سورس من لو كومبارتيمون ديفونسيف ديالهم، الشيء اللي كنا ناجحين فيه. الا انه في فتره من الفترات خانتنا لا كونسونطراسيون، خانتنا لا سينكرونيزاسيون، لان لو كومبارتيمون ديال اوفونسيف ديال لي زاتاكون بليس لو كومبارتيمون ديال الميليو مشى، ولو كومبارتيمون ديفونسيف بقى. وقعات مره كانت ضربات البالون ضرب في البوطو، دوزيام فوا وقعات وتسجل الهدف. مع ان في الشوط الثاني تحدثنا مع اللاعبين وصلحنا ما يمكن اصلاحه، وراكم لاحظتوا بان الفريق ديال التواركه في الشوط الثاني ادى اداء جيد رغم الصعوبات. وفي وقت من الاوقات غيرنا الشاكله من 4-4-2 ل 4-1-3-2. كنظن بان زادتنا كذلك باش سمحت لنا باش نديرو ضغط اعلى اكثر من اللي كنا كنديرو، واننا نبداو ناخذوا لي بالون سي فين اونتر لي دو لين ديالهم، الشيء اللي جعلنا اننا كنا خطيرين. والحمد لله تمكننا من تسجيل الهدف. لكن الجيش الملكي انتم كتعرفوا فريق قوي، عنده لاعبين ممتازين كثير، وكنظن بانه كيديروا الفارق وكي بلا كاليتي انديفيديوال ديالهم، كو سوا بلا تكنيك كو سوا بلا فيتاس، وكاين لاعبين يعني متنوعين كل واحد وعنده الخاصيات ديالو. اذا عندهم اسلحه متنوعه تمكنوا مره واحده اخرى كيف ما لاحظتوا واحد الكره اللي كانت على الجانب الايسر، وبالسرعه ديال حمودان تمكن باش يدوز اللاعب ديالنا اللي هو النقاش. رغم ان النقاش حتى هو لاعب سريع، لكن حمودان الكل كيعرف السرعه ديالو، تمكنوا بتسجيل واحد الهدف، الشيء اللي صعب علينا المأموريه مره اخرى، لان باش نرجعوا مره اخرى ضد فريق من هذا الحجم يسفي باش تعرفوا تشوفوا اللاعبين اللي كاينين في لا ديفونس ديالهم، من في الميليو تيران ديالهم قويين سرع تاكتيكمون، عندهم من كولتور تاكتيك كبيره. كاين رغم ذلك الحمد لله تمكنوا اللاعبين باش انهم يرجعوا في المقابله من بعد ما غيرنا مره اخرى الشاكله، ولينا كنلعبوا فقط بثلاث مدافعين. و يعني مشات المقابله للبينالتي، كتعرفوا انا ما نقولكمش البينالتي بانه حظ، لا بينالتيات فيهم لي بارامتر ديال كره القدم كاملين، لو كوتي تاكتيك سي لو ان كونتر ان مع لو غارديان، لو كوتي مونتال سي لا لوسيديتي لا كونسونطراسيون لا بيرسوناليتي، لو كوتي تكنيك سي لا كاليتي دو فراب لا بريسيزيون لو تير ولا لا باس، اي لو كوتي فيزيك سي لا كورديناسيون سي ليكيليبر والشخصيه اوسي. كنظن بانه الى ضيعتي بينالتي خانتك وحده من هاد العوامل هادو الاربعه. حتى لي بينالتي كانوا مشوقين، لان فقط على واحد. كنظن بان الناس اللي جاو شافوا مقابله كبيره وكبيره بزاف من الجانبين، لا من الجانب ديال الجيش الملكي ولا من الجانب ديال اتحاد التواركه، وكنظن بان تمتعوا. انا بكل صراحه حتى في لو بون دو توش يعني كانت مقابله مشوقه حتى لينا حنا كدي كوتش، كنتمنى حظ وفير للجيش الملكي. وحنا متاسفين بكل صراحه، لاننا كنا قرب ويمكن كنا نستاهلوا كذلك اننا نمرق.